بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية دي يا شباب في صفحة 133 على الـ expressions الـ idioms والـ prepositions. تعال نحلهم كده ونترجم الأسئلة ونفهم كل واحد بيحكي عن إيه. أول سؤال I'm confident. confident يعني واثق، وأنت عارف إن confident بيجي بعدها حرف جر من الاتنين confident of و confident about. حلو. Your success، أنا واثق من نجاحك. طبعا الراجل مديني في اختيارات of ومديني about، يبقى كده A and B. The poor هنا الفكرة بتاعتها إن poor معناها فقير، بيجي بعدها اسم، فنقول a poor man مثلا رجل فقير. لكن لو انت قلت لي the poor، اي the جبنا بعدها صفه تتحول الى اسم ويعامل على انه اسم جمع. طيب فانت قلت لي the poor يبقى ده اسم جمع. احنا اذا كان الفاعل اسم جمع بناخد الفعل في المصدر يبقى need. طب ليه ما ناخدش are needing؟ عشان انت بتتكلم على حقيقه اصلا، الفقراء يحتاجون دعما، ده حقيقه. طيب my father is careful about not time for family holidays. انت عارف ان اباوت حرف جر بعده دايما اي ان جي، الراجل مديني في الاربع جمل اي ان جي، فمش دي الفكره اللي هفكر فيها. الفكره اللي هفكر فيها هو الايديوم اللي انا حافظه اللي هو اسمه ميك تايم فور، اللي هو معناه يوفر وقتا لي او يخصص وقتا لي. يبقى ميكينج تايم فور هوليدايز معناها تخصيص وقتا للاجازات. ب اتش ار، الاتش ار دي بنسميها كولكتيف ناون. يعني ايه كولكتيف ناون يا عم؟ كولكتيف ناون يعني الاسماء اللي احنا بنعملها لانها مفرد وجمع. فممكن اقول لك ذا تيم الفريق is، وممكن برضه نقول تيم اللي هو الفريق يعني، ونقول بعده ار. امتى نستخدم از؟ لو انت قصدك عليك واحده واحده، فريق الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، فالاهلي ده فريق. لكن لو انت قصدك على اللعيبه الافراد اللي في الفريق فانت كده تعامل على انه جمع. فهنا الاتش ار مفرد وجمع برضه زيها زي اي اسم تاني عشانها كولكتيف ناون. فانا ممكن افكر في از وار وهاف وهاز. طيب مديني هنا بيزي مشغول صفه، الصفه عايز قبلها فيرب تو بي، فانا هاخد ار واخد از الاثنين ينفعوا. طب لو قال لك ذا اتش ار، لو قال لك ذا HR not busy training their staff. الراجل هنا في الحته دي خد الجمله على مأخذ الجمع، يعني هو قال لك زير شكرا، فانت تقول هنا كده ار على طول وانت مغمض عينك. طب he didn't play as not as Salah who scored two goals and assisted with another one. هو لم يلعب بشكل جيد كما فعل صلاح. خد بالك هو يلعب، انت قلت لي بشكل جيد او يلعب جيدا، يبقى as well as. طيب ما هو في الانجليزي يا مستر في حاجه اسمها as long as اللي بتساوي if، وفي as far as اللي بتساوي as far as اللي هي بمعنى بقدر ما انا مهتم، اللي هي زيها زي كلمه I think مثلا او in my opinion. طب as soon as معناها قريبا جدا او بشكل قريب ك، او as soon as اللي معناها بمجرد ان. فيتامين دي was found not bones stronger. بقول لك ان فيتامين دي اكتشف ان هو بيجعل العظام اقوى. انت عارف ان ميك نجيب بعدها مفعول وبعدين الفعل في المصدر، او ممكن نستخدم بي ميد بس هنجيب بعدها تو الفعل في المصدر. الاولانيه دي لو كان الجمله معلوم، والثانيه دي لو كانت الجمله مجهول. حلو. وانت بتقول فيتامين دي وجد انه، يبقى مجهول يبقى was found to make. طيب ده مش ملهاش علاقه بالفكره بتاعتي كمان. عايز اقول لك بطريقه ثانيه، عايز اقول لك مثلا ان الانترنت اكتشف انه يجعل حياه البشر سهله، فتروح انت قايل لي ذا انترنت ووز فاوند تو فاسيليتيت ذا لايفز اوف بيبل او تو ميك لايف ايزي. طب سام ستودنتس تراي تو اتراكت اتنشن باي نوت ترابل. الفكره بتاعت الجمله رقم 7 دي ان باي حرف جر، فبعدها يكون الفعل مضاف اي ان جي، يبقى باي ميكينج. You need to leave now in order not catch the train. انت لازم تمشي دلوقتي علشان لكي تلحق بالقطار. طب لكي اسمها in order to، اللي ممكن نحط اصلا مكانها على بعضها كده to، وممكن نحط كمان so as to. They can't have gone to bed as the lights are still. بقول لك هم اكيد ما راحوش يناموا يا عم، اذا كان النور ما زال مضاء يبقى on اللي هي on. طيب لو انت قلت لي في نفس الجمله ديت they must have gone to bed the lights are، هنا حضرتك هتستخدم اوف. ليه؟ انت بتقول هم اكيد ناموا يا جدعان، النور مطفي يبقى اوف. طيب الجمله رقم 10 a gentleman he wouldn't make such a mistake. هو لن يرتكب هذا الخطا كرجل من النبلاء، ك يبقى as. طيب ايه الفرق بين as وبين like؟ التشبيه ده مع as تشبيه حقيقي، طب like تشبيه غير حقيقي. بمعنى ايه تشبيه حقيقي؟ لو انا قلت لك علي speaks like a doctor مثلا،
ونفس الجملة برضو علي speaks as a doctor. الفرق بينهم بشكل بسيط جدا انك لما تقولي like يعني عامل نفسه دكتور، عشان كده تشبيه غير حقيقي. انت بتقولي بتكلم عامل لي فيها دكتور، هو مش دكتور، لكن speaks as a doctor معناه ده تشبيه حقيقي، بمعنى ان علي دلوقتي في الجملة دي كده دكتور فعلا، راجل معاه شهادته. لكن لما واحد كده اي حد بيهبل عليك يقول لك بص لما ايدك تحصل لها كذا تروح انت جايب دواء اسمه كذا، ده مش دكتور اصلا يعني، فكده تقول هي سبيكس لايك ا دكتور. طيب فانا هنا خدت لك از جنتلمان. طيب رقم الامتحان الثاني بقى، اول جمله بقول لك علا از ويل از هير براذرز. عند از ويل از يا مستر احنا خدنا قبل كده واتفقنا ان لما يكون عندي از ويل از يكون قبلها فاعل اللي هو علا، وبعدها هير براذرز والفاعل الثاني، انا فاعل اهو وفاعل ثاني اهو. مع از والاس حضرتك بتاخد على الفاعل الاولاني اللي هي علا المفرد، فمش هينفع افكر في هاف ولا ينفع افكر في ار، انا هفكر في واحده من الاثنين دول هاز او از. طيب استدي التصريف ثالث، وانت عايز تقول ان علا هي واخواتها درسوا الطب، يعني معنى كده ان درس معلوم يبقى از ولا هاز؟ لا المفروض ان اقول هاز. طيب فين هاز هنا؟ لو انت خدت لي از يبقى ده مبني للمجهول كده، عملتها مجهول، يبقى المفروض ان اقول هاز استدي. طيب الجمله اللي بعد كده don't pay any money for a not copy, buy a genuine one instead. genuine دي معناها نسخة أصلية، ما تدفعش أي فلوس علشان تشتري نسخة مسروقة، يبقى pirated. pirated اللي معناها مقرصن، اللي معناها stolen برضو بتديك نفس معنى stolen، لكن pirates اللي هم القراصنة، قراصنة الناس اللي بيسرقوا نفسهم. pirating معناها سرقة، زيها زي stealing. concentrate on your goal, don't let yourself be distracted an important details. بقول لك ركز على هدفك، لا تجعل نفسك تنشغل بيه او تتشتت بيه. خد بالك انت اصلا بتقول يتشتت بواسطه اشياء غير مهمه، فانت عايز باي يبقى distracted by، لكن concentrate والمره واحنا ماشيين كده نركز ان مع حرف جر اون. ذا نايل ميوزيوم هو متحف النيل ان اسوان از ويل ورث نوت. بص عايزك تحفظ المصطلح ده، اولا ان ورث لازم بعدها لازم يكون قبلها فيرب تو بي، لان ورث ده مش فعل حلو، بس انت بتترجمها بالعربي بمعنى يستحق. طيب علشان كده ممكن اقول لك this car deserves. deserves يعني تستحق. this car deserves money، السياره دي تستحق النقود. خد بالك deserve يعني يستحق. ممكن اعملها بجمله تانية واقول لك this car is worth money، يعني هذه السيارة تستحق النقود. الفرق اللي بين الاثنين ان هنا worth عشانها مش فعل، فاحنا خدنا قبلها verb to be، لكن deserve ده فعل ما ناخدش معاه verb to be. المهم الاهم من ده كله is worth بيكون بعدها الفعل مضاف له ing، يبقى انت هتقول is worth visiting. طيب على فكرة انت كان ممكن تقول برضه the Nile Museum in Aswan is a must see، ولاحظ اني ما عملتش hyphen، لكن انا ممكن اقول لك اعمل لك شرطة كده hyphen واقول لك is a must see place، يعني مكان يجب رؤيته. يبقى احنا كده في 4 قلنا الاجابه رقم سي visiting. 5 بيقول لك it is a big mistake to take decision in a not of anger. in a fit of anger fit دي معناها a period. period يعني فتره الغضب بتاعتك، انت بتكون منفعل وتروح واخد قرار من نيله الدنيا ب60 نيله. intelligent a he is. عند دي عايزك تفتكر معايا الحته التركيبه دي عشان بتتلخبطوا فيها دايما، بتتلخبطوا فيها اللي هي انك تبدا الجمله ب however فنجيب بعدها الصفه او الظرف، لكن لو بدأنا الجملة بالصفة أو الظرف فحضرتك عايز بعدهم as. لو بدأنا الجملة ب whatever هنجيب بعدهم اسم. الكلام ده احنا شرحناه بس أنا بفكرك على سبيل يعني وأذكر يعني. طيب السؤال هنا بقى بيقول لك intelligent صفة بدأنا فيها الجملة فأنا عايز بعدها as على طول. intelligent as he is. my father now visits my grandmother more often than. بقول لك ان ابويا اليومين دول بيزور جدتي اكثر من المعتاد. يوجوال المعتاد، طب ان يوجوال يعني غير معتاد، يوجوالي معناها عاده، ان يوجوالي يعني شيء غير عادي من غير العاده يعني. what you think is true isn't necessarily true not me. بقول لك ما تظنه انت حقيقي ليس ربما لا يكون حقيقي بالنسبه لي، يبقى for me، يبقى اللي تطلع بيه من الجمله 8 for me اللي هو معناها بالنسبه لي. A sight that affects you a lot is a not one. المشهد اللي بيأثر عليك دايما ده مشهد مؤثر، مؤثر يعني moving، وهنا ممكن نحط مكانها emotional، ممكن نحط مكانها كمان touching، مؤثر او محرك للمشاعر، ممكن كمان نحط مكانها affecting. طيب one should be open minded positive criticism.
الإنسان لابد أن يكون متفتح الذهن ناحية أو تجاه النقد الإيجابي، يبقى towards. طيب اللي بعد كده الامتحان التالت، this statue dates not as far as، المصطلح اللي هو اسمه date back as far as، وده لازم أحفظه، لازم تكون حافظه أصلا. date back as far as معناها يعود تاريخه إلى، معناها كده بالعربي يعود تاريخه إلى تاريخ الأهرامات. the winning candidate represents the not majority of voters، بقول لك إن الفائز أو المنتخب، الشخص المتقدم للانتخابات يعني الذي فاز يمثل الأغلبية العظمى، يعني العظمى الكتير، little قليل و small صغير و tiny دقيق أو صغير، يبقى the vast majority. the vast majority على بعضها كده معناها الأغلبية العظمى. رقم ثلاثة، I didn't really plan to meet her. It all happened، بص أنا ما كنتش ناوي أصلا أقابلها، الموضوع كله حصل بالصدفة، يبقى by chance. لكن or on purpose دي معناها عمدا، بتساوي intentionally اللي برضه معناها عمدا، اللي بتساوي كمان بص لي اللي معناها عمدا. فانت هنا عايز تقول انا قابلته بالصدفه، ما كانش الموضوع مترتب، اللي هي فاكرين by coincidence تنفع هنا برضه. in summer only not facts are mentioned. in summary في الخلاصه يعني فقط الحقائق هي ما يذكر. key facts اللي الحقائق الرئيسيه، key معناها هنا major او main. فانت بتقول في الملخص الحقائق الاساسيه فقط هي اللي بيتم ذكرها، مش كل الحقائق طبعا وديتيلد ولا مفصل. طيب you have to deal with your problems not order of priority. بص انت عندك in order to، دي اللي معناها لكي، بتساوي to معناهم لكي، لكن in order of معناها وفقا لي، اللي ممكن نحط مكانها according to. according to. طيب اذا الاجابه هنا رقم خمسة هتبقى in order of priority. so الامتحان السؤال السادس بعد كده بيقول لك she is angry her son tells lies، هي غاضبة لأن ابنها أو لأن ابنها يعني يكذب. طيب هنا ممكن أحط في الجملة هنا because، حلو. طيب angry at لما نجيب بعدها المفعول الاسم بس، أقول لك مثلا she is angry at منى و angry about منى، angry that وبعدها جملة سليمة. towards طبعا دي مش معانا، يبقى أنت عايز that عشان بعدها جملة سليمة. وهنا في الحتة دي ممكن نستخدم that أو نستخدم because، يعني ممكن أقول لك she is angry because her son tells lies، أو she is angry that her son tells lies. an ideal team member must have good not skills، الشخص القياسي يعني الكويس في الفريق لازم يكون عنده مهارات interpersonal اللي هي مهارات التواصل بين الأفراد. I had been waiting not ages، أنا بنتظر لسنوات طويلة. wait for ينتظر طبعا حرف الجر for ما فيهاش أي مشكلة. you won't get any more that's your lot، وده سؤال من القصة، وده معناها you will never take any more، لم تأخذ أكثر من ذلك. as well as بيجي بعدها الفعل المضاف له ing دايما، ف as well as doing. التست 4، بروفيسور مجدي يعقوب is known not a pioneering heart surgeon. طيب انت عارف is known to معناها معروف بالنسبة لي، is known as معروف ك، is known for معروف عند او بسبب صفة من صفاته. على سبيل المثال اقول لك is known for his generosity، is known to Egyptians، is known as a good man مثلا. طيب المهم انت بتقول ان بروفيسور مجدي يعقوب is known a pioneering heart surgeon، معروف كجراح قلب مشهور، ك يبقى اس. all human a are equal in rights and duties، كل المخلوقات كل البشر يبقى are human beings. human resources دي اللي هي ال HR اللي هو الموارد البشريه، القسم اللي موجود في كل الشركات. to succeed in working with others you need to be a good، عشان تنجح في ان تتعامل مع الاخرين لازم تكون good ايه، اكيد team player. تيم بلاير هو الشخص الذي يحسن التعامل مع الآخرين، الشخص الذي يحسن العمل في فريق. let her play with other children her own age، دعها تلعب مع الأطفال الآخرين في نفس عمرها، يبقى of. of her own age معناها في نفس عمرها. I was really confused by the sound I heard next door. I couldn't put my not on what it is. دي برضو حتة كده على القصة، بقولك أنا كنت مرتبك بسبب الدوشة اللي جاية من بره عند الباب، انا ما قدرتش احدد يحدد اسمها بوت ماي فينجر. حتى انت بتقول انا حاسس بمشكله بس مش عارف احط ايدي على المشكله دي، يعني بمعنى مش عارف احددها.
Clothes are sold not at competitive price in this mall. الملابس بتباع بأسعار تنافسية. At low price, at good price, at competitive price. احفظ at price. طيب you might have, لكن هنا برضو سوري كده في ممكن يجيلك في سؤال يقولك there is increase not prices. هنا في الحتة دي هتقول increase in. ليه؟ اصل increase in يعني زيادة في. لكن لو انت عايز تقول بسعر عالي بسعر منخفض بسعر كبير فهنا هتاخد at. طيب you might have several headache, a severe headache if this was not take an aspirin. ولك انت ربما تشعر بصداع شديد. If this was the, لو كان هذه هي الحالة التي تعاني منها خد اسبرين. حالة يعني كيس. سايز اللي هو الحجم او المقاس. سيز دي معناها ستوب توقف عن. وكيس اللي هي الحالة. I'm grateful your kind support. انت عارف مع grateful to شخص for شيء. فانت بتقول هنا your kind support اللي هو الدعم, والدعم ده شيء, يبقى نقول له I am grateful for. We are sure your wisdom. احنا متأكدين من, متأكد من اللي هي sure about و sure of, وهو مديني في الاختيارات of ومديني about, يبقى كده ايه ايه and be. احفظ بقى كده, انت المفروض انك عارف sure about قبل كده, ضيف عليها of. I can't comment on what he said. لا استطيع ان اعلق على ما قاله. Not, I don't have the right to. لانني ليس لدي الحق في ذلك. فانت ممكن تقول لي because, ممكن تحط مكانها كمان since, ممكن تحط مكانها as, ممكن تحط كمان معاهم for. الأربعة دول بيستخدموا بمعنى لأن. طيب فهنا معاك for. So لذلك, but ولكن, as well as بالإضافة إلى. طيب الصفحة الامتحان الخامس بقولك my grandfather died the age of 60 year. يموت في عمر اسمها at the age of, يعني at the age of. وكان ممكن نستخدم هنا aged 63, وممكن نقول when he was 63, هما نفس المعنى. سما is enthusiastic about, شكرا مش محتاج كلام. enthusiastic about معناها متحمس لي. طيب الصفحة اللي بعد كده our team has made a great sporting a. فريقنا عمل حدث رياضي عظيم. event ولا club, نادي رياضي عظيم, ولا achievement انجازات, ولا contest منافسات. ترجم بقى وحط اصل انت في sporting من الاربعة دول, بس احنا هنترجم. بقول لك ان الفريق بتاعنا حقق great sporting achievements, يعني حقق انجازات عظيمه. This type of engines work not for hot countries. بقول لك هذا النوع من المحركات بيشتغل بشكل كويس او بيشتغل افضل ما يكون في الدول الحاره, يبقى كده بي ان سي. خد بالك لو انت قلت لي works well يعني يعمل بشكل جيد. طب لو قلنا works best يعني يعمل افضل ما يكون في الدول الحاره. I see no good reason she refused to marry him. انت عارف ان reason بيجي بعدها why وبعدين جملة في reason for, والفعل مضاف ل-ing, والراجل مديني هنا فاعل وفعل ومكملات يعني جملة في reason why. وعلى فكرة كان ممكن ما نستخدمش حاجة خالص. ممكن يقولك I don't see, او بقولك I see no good reason ومن غير ما نكمل اي حاجة هنا ونقول she refused وكتب الجملة صح. ستة المعاصر is known all teachers and students. المعاصر معروف بالنسبة لي, يبقى known to. يبقى known to معروف بالنسبة لي. طب نون فور بعدها صفة. طب نون as معروف ك. كان ممكن اقول لك المعاصر is known as the best book, او المعاصر is known for its simplicity, معروف ببساطته بساطته. خبت كده. I didn't expect him to react not to my offer. انا ما اتوقع ان هو سيكون رد او يعني سيصدر رد فعل بشكل مختلف, يبقى differently, عشان الفعل عايز بعد ظرف. I am grateful not you. Grateful to شخص. To شخص. لا شخص. For شيء. وانت بتقول you يعني الشخص, يبقى I'm grateful to you. We are in a public place. Please behave not. Behave yourself معناها كن مؤدب. دي بتساوي بالضبط be polite يعني كن مهذبا. I didn't talk to her all. انا لم اتحدث اليها اطلاقا, يبقى at all. طيب رقم ستة. My students are progressing not a steady pace. بقولك ان طلابي بيتطوروا بسرعة قياسية. At not pace. At fast pace. At good pace. At high pace. فلاحظ ان at مع pace, يبقى انت كده عايز at. AL is a short for
الـ AI سوري AI اختصارا لـ Artificial Intelligence. Artificial Intelligence رقم C. طيب بعد كده رقم 3 بيقول لي True friends are always there each other. بيقول لك الأصدقاء الحقيقيون يعني دائما موجودون for each other لمساعدة بعضهم البعض. احفظ المصطلح ده كده. أقول لك مثلا you and your brother أنت وأخوك are here for each other. أنت وأخوك هنا عشان تساعدوا بعض. مستر أيمن made us not on unit 12 again. make مفعول مصدر يبقى revise رقم C. 5 this temple was built هذا المبنى بني the age of Ramses. وهنا عايزك تفهم الفرق بين الاثنين. إن عندك حاجة اسمها at the age of و in the age of. in the age of دي بتساوي أو معناها يعني في عهد أو في عصر فلان الفلاني، لكن دي معناها في عمر، يعني من الآخر كده عندما كان عمره، معناها كده بالعربي يعني من الآخر باختصار شديد كده. طيب فانت هنا بتقول لي ان المعبد ده اتبنى في عهد رمسيس يبقى in the age of. to make up a story means to not it. انك تختلق قصه معناها انك to create it او invent it، انك تبتكر القصه اللي ما كانتش موجوده وانت اخترعتها. I'm grateful not you support me. يعني انا عايز اقول لك انا ممتن انك تؤيدني. هنا بقى دي حته حلوه جدا جدا. احنا قلنا to الشخص for الشيء، لكن ذات دايما بيجي بعدها جملة. هو هنا بيقول لك أنت تدعمني، يعني جملة سليمة يبقى أنت تاخد ذات على طول، ودي حتة حلوة. رقم 8 it needs a lot of time and effort to not hard work. بيقول لك الموضوع بياخد وقت جهد كثير ووقت كثير to not hard work keep up إنك أنت تستمر فيه أو تساير. make up يعني يختلق أو يؤلف، set up يعني يجهز، ميك فور اللي هي اسمها اصلا ميك اب فور اللي معناها يعوض يعني، بس ما فيش اب يبقى كيب اب. كيب اب هارد ورك يعني انك انت تستمر او تلحق بيه. ار اس في بي اللي هي ريسبوند سيلفبلي دي معناها رد عليا من فضلك بسرعه، يبقى ريبلاي سون بليز. مستر ناثر از نون از يعني معروف ك، تو معروف بالنسبه لناس معينه فئه معينه من الناس. طب فور معروف بي صفه، his strong will ارادته يبقى دي صفه ليه، يبقى is known for his strong will. خلصنا الجزئيه دي، وبعد كده هندخل على الجزئيه اللي بعدها مباشره اللي هي الفيرب بروبوزيشن اللي برضو عليها خمس تقريبا خمس امتحانات، كل امتحان 10 50 جمله هنحلهم برضو عشان الكلام ده مهم. يلا اسمع ده والتاني هتسجل دلوقتي حالا.